بمناسبه اختيار شريف اكرامي افضل لاعب في الاهلي لشهر اكتوبر، جماهير القلعه الحمراء عملت شير لفيديو لتصديات اكرامي الرائعه في مباراه الداخليه بالدوري. اللعبه اليمين اللمه الجميله من الزاير الايمن والعرضيه الخطيره مره ثانيه، وبرافو شريف اكرامي، وبرافو شريف اكرامي، امتحان صعب على طول من اسلام للاعيب الداخليه. وادي الكوره بقى اللي هنشوفها، شوف العرضيه اتعملت حلوه، وشوفوا بقى الراجل اللي على حدود منطقه الجزاء، والتسديده صاروخيه ورد فعل عالي، برافو شريف، شريف اكرامي ابتدى يستعيد مستواه العالي. ادي شريف اكرامي ترجع مره ثانيه على طول، ادي تحيه من حارس المرمى، ادي العرضيه للداخليه وضربه راس مره ثانيه وتالق رابع لشريف اكرامي في كوره صعبه جدا ومركونه، ايه صعبه صعبه صعبه، وتالق غير عادي شريف، برافو شريف. وكمان جماهير سوشيال ميديا عملت شير الانقاذ الرائع لشريف اكرامي قصاد الاتحاد السكندري في المباراه اللي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري، واللي قدر اكرامي انه يتصدى خلالها لانفراد محقق.